السلام عليكم، معكم زهرة من الدار البيضاء. حياتي تبدلت من جاني مرض السرطان التالي. كتعرفت راسي انني كنت داخل ندوش ولقيت بزولة كبر من بزولة، يعني من مشيت للطبيب خاصك قال لي خاصك ضروري ديري ديك ماموغرافي. درت ماموغرافي قال لي خاص ماموغرافي خرجت خايبة، يعني قال لي خاصك تبعي مع طبيبة ديال النساء. من قال لي انا حسيت ان عندي شي حاجة، مشيت عند الطبيبة ديال النساء قالت لي اختي عندك الولسيس ضروري خصنا ناخذ لك عينة منه. خادوا لي العينة منه خرجت لي خايبة، يعني فيها السرطان. مش عرفت راسي مريضة بالسرطان، حسيت بانني الحياة ديالي تدمرات. يعني كنقول فكرة في وليداتي، كنقول لمن غنخليهم ولمت لمن شكون غيشدهم ليا وباقين صغار. بقيت كنفكر في هذا الشيء، يعني ما قدرتش نصبر. من مشيت للسبيطار لقيت الحالات كثار من الحالات ديالي، يعني انا لي الله واحد الصبر بقيت صابره شويه. راجلي في الاول اصلا ما عرف عندي مرض السرطان بحال ما تقبلهاش، فهمتي؟ يعني من قلت لي قال لي الطبيبه تحيدي البزوله، قال لي ما تحيديهاش. قلت لي انا صحتي هي الاولى، واخا البزوله نحيدها ماشي مشكل، غير نبقى عايشه غير لوليداتي، فهمتي؟ والراجل بحال حس انا حسيت بيه بحال ما مقتنعش بيه المرض ديال سيدي ربي. ولكن انا صبرت، عطاني ربي القوه بانني بقيت صابره توليت شويه لوليداتي. يعني كنشوف وليداتي غيضيعوا وما كاينش اللي غيحن فيهم. فاش مرات اول حاجه هو ما كانش عنده مع التليفون كاع، يعني وليت كنشوفو كيهز التليفون، يعني كنقلبوا ليه كنلقى داخل مع يتكون مع البنات. ملي نسولو كيقول لي راه كل اي واحد كيدخل لهاد الفيس كيب يشوف فيه. يعني اش نقول لك، دعيت الله هو ياخذ فيه الحق وصافي. ما هو اصلا انا ما قديتش نصبر ليه، يعني فيما كندخل التليفون كنقلبو كنلقى فيه داك العجب، يعني ما حش بهذيك العشره اللي كان دوزنا انا وياه. مشى فحالو وخلى لي الوليدات والمسؤوليه والكرا والمصاريف ديال الدواء، يعني وليت انا كنخرج على الجوطيه باش نجيب لوليداتي ما ياكلو، فهمتي؟ ما عندوش الحس ديال معنى كلمه الرجوله، ما عندوش. يعني ما حسش بيا انني غامرت معاه بزاف الحوايج وسكنته في دارنا وكان ما كيخلص لا اكله لا والو. في الاخر خلاني انني خرج الكرا. كنطالب من خوتي المحسنين يعاونوني في هذا العيد في هذا العواشر، اجرهم عند الله كثير اللي ساعدوني وشراو لي الحولي. 07 14 49 12 19.